السيليا. نيجي بقى للسيليا، احنا اتفقنا ان انا ماكروتوبيول الاورجنايز اللي هي عمليه تراكيب سنتريول سيليا فلاجيل. خدنا سنتريول نبدا السيليا. انا هقول لك حاجه لطيفه جدا للسيليا تركيبها ازاي في الاي ام. انت عندك البصل الاخضر اللي بناكله في شم النسيم مع الفسيخ ده. البصل الخضرة دي عباره عن ايه؟ الاخضر تلاقي فيها بصله، البصله دي اللي هي دي بيزل كربصل، والورق الاخضر اللي هو طالع الشافت، والجذور البيضاء اللي هو الروتلت. يبقى السيليا في الاي ام ثلاث حاجات، السيليا في الاي ام ثلاث حاجات. ايه هما الحاجات دول؟ افتكر معايا البصلة اللي انا قلت لك ايه عليه، البصلة نفسها اللي هي كرة هنا كده اهي، دي البيزا الكربصل، وخارج ورق الاخضر الشافت او الاكزونين، ونازل منها جذور بيضة، الجزيرات مش جذور، جزيرات، جزر يعني روت، جزيرات يعني روتلت اهي. طب انا هاخد كروس سيكشن في كل واحدة واعرف تركيبها ايه. لما تاخد في البصلة دي اللي هي البيزا الكربصل لها سنتريول، يعني ايه سنتريول؟ يعني 9 بند لكل بند 3 مايكروتوبيول، يعني 9 تريبلت. طب والشافت اللي بره ده اللي هو الاكزون بتاعي، لما تاخد كروس سيكشن فيه اهو، ده كروس سيكشن في الشافت اللي فوق، محيطه اهو، ادي محيط الشافت اهو. امال ايه اللي الخط اللي مرسوم ده؟ طب اهدى بس عليا شويه، ادي محيط اهو البريفري بتاع الشافت. كم بندل؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، الله اكبر، 9 بندل زي السنتريول، 9 بندل زي البيزا الكورباسل اللي نايم هنا، 9 بندل. بس امسك البندلايه، البندلايه كم مايكروتوبيول؟ 1 2 يبقى 9 دبلت. يبقى الشافت بتاعي المحيط بتاعه 9 بندل زي السنتريول، لكن البندلايه 2 يبقى 9 دبلت. طب القلب بتاع بتاعه 2، ادي 1 2 ده سنجلت. يا دكتور ما دول اتنين ودول اتنين، اشمعنى دي دبلت ودي سنجلت؟ يا عمي ما هم مفصولين اهم. تقدر تشيل دي لوحدها؟ اقدر. تقدر تشيل دي؟ اقدر. تقدر تشيل دي لوحدها؟ لا. يبقى دي دبلت لازقين في بعض، دي سنجلت مفصولين على بعض. يبقى لما اتكلم على الشافت الاقي البريفري بتاعه 9 بندل، كل بندل 2 مايكروتوبيول، يعني 9 دبلت. لما اخش جوه الاقي ايه؟ 2 سنجلت. محاطين بممبرين اللي هو ده اسمه سنترال شيس. يبقى لما جيت السيليا في الاي ام، البيزا الكورباسل اللي هو هنا ده، البصل الخضراء، البصل ده سنتريول يعني 9 تريبلت. طلعت الشافت اللي فوق ده محيطه 9 دبلت يعني 9 بندل، كل بندل 2 مايكروتوبيول، وفي السنتر 2 سنجلت، 2 سنجلت، وحواليهم كونكتيف تيشو اسمه سنترال شيس. اما الروتلت ده ده مايكروتوبيول لوحدها مثبته السيليا تحت، ده الاي ام. طب ال ام، ال ام سهله جدا، اقول لك ال ام وانت اللي تجاوبها ازاي. ال ام بتاع السيليا ادي خليه، وادي السيليا اهي. لو انا قلت لك انت كده بمنظرك كده بتقديرك دي شكل ايه؟ هتقول لي يا دكتور زي الفرشه، يعني برش، فرشه، فرشه السنان، فرشه الحلاقه اهي فيها. طب انا رسمها احمر ولا ازرق؟ احمر. يبقى اسيدو ولا في بيزو؟ يبقى اسيدو فيلك، يبقى اسيدو فيلك برش بوردر في ال ام. يبقى في ال ام تبان زوايد اسيدوفيلك براش بوردر. قبل ما انسى وتقول ده الدكتور ضحك علينا، قلت لك انت ايه البريفري بتاع الشافت. طب هقول لك الفانكشن، واقول لك قبل ما انسى الفانكشن بتديني موفمنت ان وان دايركشن. يعني مثلا هي في القصبه الهوائيه، انت لا قدر الله شرقت تقوم تتحرك لفوق، تطرد الميه، تطرد الفورم بودي، مش شويه فوق وشويه تحت، نطلعها ولا ندخلها؟ لا لا لا، في اتجاه واحد بس. يبقى نقول عليه بروديوس موفمنت ان وان دايركشن، يبقى ده الايه؟ الفانكشن. ايه اللي انا بقى اقول لك عشان ما تقولش ان هو ضحك علينا؟ اقول لك اهو، انا قلت لك الشافت اهو
البريفري 9 دبلت والسنترال 2 سنجل تحولهم سنترال 6. وقلت لك ايه الخط ده؟ قلت لك بس اهدى عليها شويه. ايه اللي بيجرى؟ ده السيل ممبرين. ده السيل ممبرين. السيل ممبرين ازاي؟ ده سيل ممبرين. اقول لك ازاي. الخليه المنظر ده معناها ان السيليا خرمت السيل ممبرين، لكن ده غلط. ادي هو طالع نازل طالع نازل طالع نازل طالع نازل، ده السيل ممبرين. وفي قلبي السيليايه. يبقى معنى كده لما اخد كروس سيكشن هنا يبقى السيل ممبرين اهو وتركيب السيليا اهي. اخر حاجه عندي الفلاجيلي، وهنخليها مع السيليا. ايه هي الفلاجيلي؟ ديل الحيوان المنوي، التيلو في سبير. طيب وهي ايه تركيبها؟ زي السيليا. طب وليه سميتوها بقى اسم لوحدها؟ اصل هي بتفرق بعض الفروقات. ازاي؟ لما اقول لك خليه فيها سيليا، كم سيليا؟ تقول لي اهو الاف مئات. لكن اقول لك الحيوان المنوي فيه كم فلاجيلي؟ تقول لي واحده. تاني حاجه الطول، الحيوان المنوي التيل بتاعه او الفلاجيل اللي فيه اطول بكتير من السيليا، يبقى سنجل ولونجر عن السيليا وحصري في مكان واحد بس اللي هو السبيرم. لكن السيليا في الجهاز التنفسي الريسبيرو سيستم تلاقيها، في الجهاز التناسلي للانثى في ميل جينيتال سيستم تلاقيه، لكن هنا حصري للسبيرم اطول وسنجل. عشان كده ايه اديناها وضعيه واسم تاني. يا رب تكونوا فهمتوا، لان انا تعبت وهلكت. اراكم في المره القادمه ان شاء المولى عز وجل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.